السلام عليكم بنات كديرين، لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم باحسن الاحوال. بغيت نشارك معكم عشايا اللي هو بسيط ان شاء الله. هنايا غندير غير الحوت وندير معاه الفريت، الله يجعل البركه. الفريت الا ما كانتش زوينه ما كانتش ديال القليان. انا جبت واحد الفريت وشكيت فيها انها ماشي ديال القليان. غادي ندير غير هنا شويه الماء ديال الماء عادي الماء يغلي، وغادي ندير فيه الفريت، طلع لي غير ديك الغليه ونصفيها. غير غلي عليها الماء صافي، ونصفيها ونقليها. كتجي زوينه واخا ما كتكونش ديال القليان، بهذه الطريقه كتجي زوينه. الحوت هنايا ما غاديش ندير ليه العطريه بزاف، انا تيعجبني ندير ليه مليحه وبزار، انا تيعجبني ندير ليه مليحه وبزيره وشويه الكمون صافي، الله يجعل البركه. ندير ليه شويه البزار هو اللون. ملي كتبقاي تقوي العطريه ما تيبقاش فيه داك لوغو ديالو الطبيعي، شويه تاكلي اكثر هي غير هاد العطريه. كمون كمون ماشي مشكل، خا يكون كتير. شويه د الملح، أنا الحوت هنا مستعمله الصول وفانيكا وهذا الروبيو وشويه ديال الملويه وواحد الشربه كانت هذه غير وحيده هي اللي استعملت. هنايا الفريت غلات ليا، غادي نصفيها. مكتدخلي واش تسلق، غير كتغلي شويه صافي نصفيها. ندير الزيت ديالي تسخن، درنا الفريت ديالي. غادي ندوز نطيب دابا الخبز ديالي، هي غير صوتي ان شاء الله صوتي زبيب. ندير معلقه كبيره د الزبده، هذا الكيس ديالي. ندير الخبز ديالي، ندير فيه شوية ملحة، شوية بزار،
الكامون الكامون كيعجبني الكامون في الخبز. هاو نقاد لي كوبر ديال الخبز. هذا ديال الزيت عاد ديال الزيتها واخا ما كتكونش ديال الفريت كتجي مقرمشه، واخا ما كتكونش ديال الفريت الا درتو لهاد الطريقه غادي تعجبكم. ندوز نقلي معاكم دابا الحوت. بسم الله. نديرو في الفور في القمح في الفوليه، كنديروش في الفورس، كنديرو في القمح كيجي مقرمش وما تيجيش شعر بالزيت. كنديرو في القمح الصفر فين بسم Thank you.
حيجي الشرب زيت نهائي. تستنبي ما تكون صغير بغيك تقير. هاو عشايا وجد ولات بسلامة عليكم وفي فيديو ان شاء الله القادم. ما تنساونيش من الدعم ديالكم. بسلامة عليكم الى اللقاء.